هلا والله. في العادة لما فيلم كبير ينجح يفكرون يسووا له لعبة، وأيضا لو لعبة كبيرة نجحت يفكرون يسووا له فيلم، وهذه أسوأهم. أول فيلم معانا دبل دراجون. هي اللعبة اللي اشتهرت وقتها أيام كمبيوتر العائلة، والقصة بسيطة جدا. البطلين جيمي وبيلي انخطفت خويتهم منهم وراحوا يحاربون عشان ينقذونها. فكرة اللعبة أنها ثنائية الأبعاد وتمشي وتطق. لما فكروا يسوونا فيلم جابوا العيد فيه. أولا البطلين ما راح يضربون أول بوكس إلا بعد 23 دقيقة من بداية الفيلم، وطول الوقت ينحشون الأبطال. والمصيبة أن ميزانيتها كانت 7 مليون فقط، والأرباح ما قدرت تجيب ثلثها. وثاني فيلم معانا هو House of the Dead. اللعبة كانت ناجحة جدا في صالات الأركيد، والنسخة المنزلية على جهاز السيجا دريم كاست كانت جدا ممتازة. وطبعا مثل أي لعبة ناجحة فكروا يسووا لها فيلم. الفيلم سيء جدا لأبعد الحدود، حوارات تافهة، والممثلين حين يطلعون الكاميرا من وقت لوقت. والمصيبة الأكبر مقاطع الأكشن المفروض يكون فيها قتل الزومبيز يحطون بدالها مقطع من اللعبة نفسها، ودقة سيئة جدا. وأنا عندي تجربة شخصية لها صراحة، كنت في البحرين أشوفها في السينما، ونص الفيلم طلعت أنا ويمكن نص القاعة معي لشباك تذاكر نطالب نرجعون فلوسنا، لأنه كان جدا سيء وضيع وقتنا. ثالث فيلم معانا هو Final Fantasy The Spirit Within. كلنا يعرف Final Fantasy وكيف أنها تعتبر من أفضل الألعاب الأربجي اليابانية، فمو شيء غريب أنهم يسوون فيلم مبني عليه، خاصة أن الفيلم بيكون CG يعني رسوم كمبيوتر، وجدا كانت ممتازة. بس المشكلة القصة كانت ضعيفة والأكشن قليل، وما تمت بأي صلة لسلسلة Final Fantasy. أتوقع كانت تنجح أكثر وسموها Mass Effect لأن أشكال الشخصيات نفس أشكال ألعاب Mass Effect. والجدير بالذكر أن الفيلم هذا دمر شركة Square وأدى لضرر مالية كبيرة، لأن الميزانية كانت ضخمة والأرباح ما كانت مجدية. وطبعا جت شركة إينكس وانقذتها وصار اسمها سكوير إينكس. ورابع فيلم معانا هو ستريت فايتر. ستريت فايتر تعتبر أشهر لعبة قتال معروفة في التاريخ، ما في أحد ما يعرف إيش هي. وعشان كذا فكرة أن يطلعون منهم فيلم كانت عبقرية. بس في مشكلة واحدة، ريو أو رايو مثل ما كانوا ينادونه في الفيلم، رايو get out of there مو البطل، ولكن البطل هو جايل، وهذا جاب العيد في القصة كلها. واختار الممثل المشهور جون كلود فان دام أن يقوم دوره، وطبعا تمثيله سيء. أولا لأنه ما يشبه الشخصية أبدا، وفان دام لهجته في الإنجليزية مضروبة، وجايل أمريكي المفروض. يعني إيش كانوا يفكروا فيه لما يسووا هذا الفيلم؟ والمصيبة الكبرى بايسن اللي هو يعتبر زعيم الأشرار، وكل لعبة كمبيوتر كان شكله كبير ومعضل. اختاروا ممثل عائلة آدمز فاميلي الكوميدي انه يقوم دوره، وطبعا فشل في الأداء. واخر فيلم معانا زي ما يقولون ختامة مسك او ختامة زفت هو سوبر ماريو. ماريو ماريو وش سووا فيك؟ مين اللي يفكر ان لعبة ماريو تنفع تصير فيلم؟ في اكيد خلل في مخه. الفيلم فشل فشل ذريع جدا، وكل اللي فيه كان سيء من ناحية التمثيل وتقديم الشخصيات. حتى العالم نفسه ما هو عالم ماريو، واضح ان اللي سوى الفيلم ما عمره لعب ماريو ابدا. والممثل اللي قام دور ماريو وقع العلاقة قبل ما يقرا النص، لانه كان يثق في المخرج ثقة عمياء. طبعا بعد ما قرا النص وعرف ايش دوره قفلت معاه، كان نفسية طول فترة التصوير، وكان تواش مع مصورين المخرج وحالته حاله، لانه كان مغصوب عليه لانه خلاص وقع العقد. فطبعا الفيلم فشل فشل ذريع وجاب العيد. وهذه كانت الأفلام الفاشلة المبنية على الألعاب الناجحة. إذا عجبكم الفيديو عطونا لايك واشتركوا بالقناة وادعمونا بنشر الفيديو. وإذا في أفلام ثانية تعرفونها ما ذكرناها اكتبوها بالكومنتس تحت. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.